بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله ربي وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، معشر المسلمين أيها الصائمون، ها قد أظلنا شهر الخير والبركة، وأظلتنا أيام هي من خير أيام الدنيا عند الله جل وعلا. شهر رمضان المبارك الذي أودع الله تعالى فيه من الهبات والنفحات والخيرات، طوبى لمن تعرض لها فأصاب منها. أمة الإسلام تجللت أيامها بحلول هذا الشهر المبارك في ديارها، واتفق المسلمون يغتبطون بفضل الله ونعمته، يتقلبون في أكناف الهداية والخير والبركة التي جعلها الله عز وجل في أيام هذا الشهر المبارك ولياليه. يقبل رمضان بخيره وبركته، فتقبل معها قلوب المسلمين حباً وفرحاً وابتهاجاً وسروراً. وها نحن ذا في أول أيام شهرنا المبارك لعامنا هذا، سنة 1445 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا في كل مجلس في كل أسبوع مرة بعون الله يتناول الحديث عن معاني هذه الفريضة الجليلة، فريضة الصيام في رمضان، ومعانيه العظام، وما يتعلق بهذا الأمر العظيم والركن الجليل من أركان الإسلام، صيام شهر رمضان. لكننا بين يدي حديثنا عن المعاني العظيمة والمقاصد الجليلة لتلك العبادة العظيمة، هذا مجلس نخصه لوقفات يسيرات نجعلها بين يدي حديثنا عن عظمة هذا الشهر وفضيلته وركنه الأجل صيام رمضان وما يتعلق به من المعاني العظام. هذه أيها الكرام وقفات ثلاث. أولها حلول رمضان ببلادنا أمة الإسلام كل عام نعمة عظيمة ومناسبة جليلة، وشهود أحدنا لرمضان كل سنة من عمره مرة بعد مرة نعمة تتجدد كسائر النعم التي تستوجب شكر المنعم سبحانه وتعالى. انظروا كيف تتعامل قلوبنا وأفئدتنا وأبداننا مع النعم الدنيوية. ماذا لو رزق أحدنا مالا أو ولدا أو زوجة أو وظيفة؟ سيفرح بها ويسر ويشكر الله جل وعلا ويحمده على ما أنعم به عليه. أما إن النعم الأخروية، النعم الدينية، أجل وأعظم في الميزان عند الله عز وجل، وهي إذن تستوجب شكراً أعظم وأجل من النعم الدنيوية التي تبتهج لها القلوب وتهتبل لها النفوس. ومن النعم الدينية العظيمة أمة الإسلام التوفيق للطاعة والإقبال على العبادة. فرحت ووفقك الله فصمت اليوم أول أيام رمضان، هذه نعمة. أدركت البارحة فصليت مع الناس قيام أولى ليالي رمضان، هذه نعمة. فتحت المصحف فقرأت ما كتب الله لك أن تقرأ اليوم من كتابه العظيم وكلامه الكريم، تلك نعمة. هذه النعم يا كرام غشيان مواسم الطاعات وإدراك فضائل العبادات، نعمة عظيمة تغشى العباد، لكن قل من ينتبه إليها ومن يرعى حق الله عز وجل فيها. كم فرضاً صليت اليوم والأمس وقبله وقبل أسبوع؟ كم مرة وفقك الله فتوضأت؟ كم مرة صليت الجمعة؟ كم مرة قرأت القرآن؟ كم مرة ذكرت الله؟ سواء فعلت ذلك واجباً أو استحباباً وتطوعاً ونافلة، هذه عبادات وفقك الله عز وجل إليها، هذه نعمة تستوجب شكراً. فإذا شكرت الله وحمدت الله وأثنيت على الله فقد أديت ما أوجب الله عز وجل عليه، ولن نوفي حق الله عز وجل بشكر نعمه لأننا لا نحصيها. لكن نعم العبد، عبد أدرك أن توفيقه للطاعة وإدراكه لمواسم العبادة نعمة عظيمة خصه الله تعالى بها.
نعمة يا كرام، لأن الله عز وجل وفقنا وأعاننا وأدركنا موسما من مواسم الخيرات. نشكر الله جل وعلا لأنه هيأ لنا من عمرنا موسما آخر، وأدركنا رمضان العام المنصرم والذي قبله، وها نحن قد أدركناه هذا العام في الوقت الذي أدرك فيه رمضان معنا العام الماضي أقوام ما أدركوه هذا العام. بين هذا العام ورمضان المنصرم اخترمت المنايا أقواماً كثيرين، أحبةً وأصحاباً وأقرباء وجيراناً وإخوةً وخلاناً، تخرمتهم المنايا فما أدركوا رمضان. أما علمت عبد الله أنك أوفر حظاً منهم وأنك أكثر نعمة منهم بما أدركت من موسم الخير والطاعة وبلوغ شهر الخير والبركة شهر رمضان؟ اسمعوا رعاكم الله إلى هذا الحديث الذي أخرج الأئمة أحمد وابن ماجه وغيره من أصحاب السنن، من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا، يعني أسلما في وقت واحد، فكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر يعني في الطاعة والعبادة، فغزى المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. قال طلحة رضي الله عنه: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذ أنا بهما، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، يعني من مات الأخير منهما أذن له أن يدخل الجنة قبل صاحبه. قال: ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأني لك بعد، يعني أنت ما أدركتك الوفاة ولا حان الأجل، فليس هذا موعد مناداتك للجنة. قال طلحة رضي الله عنه: فأصبحت أحدث الناس به فعجبوا لذلك. ما وجه العجب؟ أن الشهيد المجتهد في الطاعة تأخر دخوله الجنة عن صاحبه الذي عاش بعده ومات بعده بسنة، هو أشد اجتهادا وغزى في سبيل الله ومات شهيدا، ومعلوم ما للشهيد في سبيل الله من الكرامة والدرجات، أعد الله للشهداء في سبيل الله 700 درجة في الجنة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. قال: فتعجب الناس لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة؟ قالوا: بلى. قال: وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا: بلى. قال عليه الصلاة والسلام: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. أدركت أن سنة تمد في عمرك تعبد الله فيها كم تبلغ بك في درجات الجنة عبد الله؟ أدركت أنك وقد بلغت اليوم 30 40 سنة 50 60 سنة 70 أكثر أو أقل، أنك كلما مد الله في عمرك وأدركت رمضان آخر إنها نعمة عظيمة ساق الله لك بها أبواباً من العبادات والحسنات والدرجات تسبق بها من مات ولو كان خيراً منك عند الله وأشد اجتهاداً في الطاعة، تلك نعمة والله تستوجب شكراً. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ونشكر الله أن مد في أعمارنا فأدركنا رمضان وقوينا فيه على الصيام والقيام، لأن من حولنا إخوة لنا وأحبة وجيران وأقارب مسلمون يحبون الله ويعظمون دين الله ويسارعون إلى الخيرات، لكن المرض أقعدهم، فهذا طريح الفراش وذاك يرقد في المشافي، والثالث منع طبيا من الصيام لأنه لا يقوى عليه. قلوبهم تتعطش لمشاركة أهل الإسلام في هذه العبادة، لكن حيل بينهم وبين ذلك بما عذرهم الله تعالى به، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. لكن أما أدركت أن الله
لما أمكنك وأقدرك وأمدك بالصحة والعافية فقمت البارحة وصمت اليوم وستكمل بقية الشهر بفضل الله وبنعمة الله أن الله أنعم عليك. ألا شكرنا المنعم جل وعلا؟ بل نشكر الله جل وعلا ليس على بلوغ الشهر فقط وقد مات أقوام، وليس على القدرة على الصيام وقد منع وعذر أقوام، لكن نحمد الله ونشكره على ذلك وعلى أن جعلنا مسلمين مهتدين نعبد الله ونؤدي حقه. فإن في بني الإسلام من استحوذ عليهم الشيطان وأغواهم فحرمهم طريق العبادة وأضل مساعيهم فهم في عصيان وتنكب عن الطاعات وغشيان للمحرمات وارتكاب للكبائر واجتناب لتلك الأركان، فيفطرون عمدا لا يقدرون للشهر حقه ولا يقدرون لرب الشهر الواجب الذي أمرهم به سبحانه. فاشكر الله على ما هيأه لك ووفقك إليه، فإنها والله من أجل النعم التي تستوجب منا معشر العباد شكر المنعم سبحانه وتعالى. الوقفة الثانية أيها الكرام، الفرح عبادة قلبية يجب على العباد أن يتقربوا إلى الله تعالى بها. الفرح بما؟ الفرح بالله عز وجل، وهذا من مقامات العبودية العظيمة. تفرح لأنك عبد لله، تفرح لأن الله ربك سبحانه وتعالى. بينما يوجد من بني البشر من اتخذ إلها سوى الله من حجر وصنم من وثن من خيالات وأوهام وأباطيل ما أنزل الله بها من سلطان، فما أعظم إلهك وما أجله تبارك وتعالى. فتفرح بالله عز وجل، وينبثق عن فرحنا بالله فرحنا بكل عبادة تقربنا إلى الله. هذه عبادة قلبية، الفرح بالطاعة، الفرح بالعبادة، الفرح من أجل مقامات العبودية. صمت اليوم وما هي إلا دقائق وستفطر بعون الله عز وجل، مكنك الله فصمت، وقمت البارحة صليت العصر اليوم والظهر قبله والفجر، وربما قرأت مما كتب الله لك من القرآن شيئا. تلك عبادات أنت مأجور عليها بما فعلت، لكن فرحك بأداء تلك العبادة أجر آخر وثواب آخر، والله أكرم الأكرمين. قرأت اليوم حزبا من القرآن، أتممت سورة، قرأت آية، لك أجرها. فإن فرحت بما قرأت لك أجر الفرح بذلك على ما حباك الله به. تصوم اليوم فتفطر، يكتب الله لك به أجر صيام يوم، لكنك إن فرحت بما أنك صمت اليوم كتب الله لك أجر الفرح بهذا العمل الذي عبدت الله به. قرأت سورة، أتممت صفحة، أنهيت جزءا، لك أجره بكل حرف حسنة وبكل حسنة عشر أمثالها. لكن أن تفرح أنك اليوم قرأت آية وحفظت سورة وأتممت جزءا، هذا الفرح عبادة أخرى يأجرك الله عز وجل عليها. اسمع إلى قول الحق سبحانه وهو يأمرنا بأن نفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. من تأمل الآية علم أنه إذا فرح أهل الدنيا بدنياهم، فرح هذا بمال ورثه، وذاك بتجارة ربح فيها، وثالث بزوجة، ورابع بولد، وخامس وسادس وعاشر، فرح كل بحلال كتبه الله له، سعة رزق وعطية وهبة وشيء من مفرحات الحياة ومتعها الحلال فرح بها. أنت ينبغي لك أن تفرح بفضل الله وبرحمة الله أكثر وأعظم مما يفرح به أهل الدنيا بدنياهم. ماذا لو قلت لك هنيئا لك كتب الله لك رزقا ستسر به ويكفيك حتى تموت، ملايين من الأموال سيقت إليك هبة أو هدية أو مكافأة أو جائزة فزت بها أو مالا ورثته جاءك حلالا طيبا، كم ستفرح؟ أنك ستشتري بيتاً وسيارة وتتزوج وتزوج أولادك، كم تفرح؟ والله لفرحك بآية تقرأها من كتاب الله ينبغي أن يكون أعظم. قال هو خير مما يجمعون، من كل ما يجمعه أهل الدنيا في دنياهم. لم تمتلك طائرة خاصة، وليس عندك من القصور في كل بلد، ولا من الأرصدة الكبيرة في البنوك، لكن عندك طاعة وعبادة وفقك الله إليها.
افرح بفضل الله وبرحمة الله. قال الله هو خير مما يجمعون. أمة الإسلام، الفرح كما أسلفت عبادة قلبية، فحرام أن نحرم قلوبنا منها. لما تصوم وتحرم نفسك من الفرح بالصيام؟ يصوم اثنان، فهذا يأخذ أجراً وهذا يأخذ أجرين، هذا أخذ أجر الصيام وهذا أخذ أجر الصيام والفرح بأنه صام. والعمل واحد، جلس اثنان بجوار بعض، فتح المصحف وقرأ سوياً، هذا له أجر وهذا له أجران، هذا له أجر قراءة القرآن وهذا له أجر القراءة والفرح بأنه قرأ اليوم شيئاً من القرآن. صلينا القيام خلف إمام واحد في مسجد واحد ثم انصرفنا، هذا له أجر وذاك له أجران، لأن أحدهما فرح بما صلى بين يدي الله وقلبه مبتهج مسرور، وذاك حرم نفسه من هذا الفرح. فلننتبه، هذه عبادة وبابها مفتوح وفضل الله يغدو ويروح، لكن من مد يده أعطي، ومن سأل الله أعطاه، ومن طرق الباب فتح له. فهذا باب يا كرام من الفرح بعبادة الله. إذن نفرح أولا بالله جل جلاله، ربنا وخالقنا وإلهنا وسيدنا ومولانا. نفرح بطاعة تقربنا إلى الملك، إلى الكريم، إلى الغني الحميد سبحانه. والله ما أشد فرحة العبد في الوقت الذي يشعر فيه أنه أقرب إلى الله، وأنه متلبس بطاعة يحبها الله، وأن الله عز وجل يحب منه ذاك العمل فيفرح لأنه أقرب إلى الله عز وجل. نفرح ثانياً لأنها عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام. كل من أدرك رمضان فصام يؤدي ركناً من أركان الدين العظام، كما يفرح كل من صلى فريضة من الفرائض الخمس كل يوم. عبد الله، إن صليت فرضاً فليمتلئ قلبك فرحاً، فرحاً يبدد كل هم وغم وحزن وكربة. نعم، نحن في الدنيا لا نسلم من المصائب والهموم والأنكاد ومنغصات العيش، لكن حق علينا والله إذا عقلنا وفقهنا معنى الفرح بالله وبالعبودية لله أن تتسع حياتنا وقلوبنا فرحاً بما كتب الله لنا. نفرح ثالثاً بزمان مبارك فاضل كتب الله لنا غشيانه، وها نحن نعيش أول أيامه وأوشكت على الانصراف وستنقضي تباعاً. نفرح رابعاً ببلوغ طاعة حرمها بعض المسلمين، مرضى وكبار السن وطرح فرش ومنومون في المشافي، وآخرون ممن لم يهدهم الله عز وجل فما كتب لهم إدراك هذا الفرض وأدائه مع العباد. نفرح كل يوم وعام يزيد فيه المرء قربة وطاعة لأنه غنيمة. ومر بكم حديث الرجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثالث الوقفات وآخرها معشر الصائمين، النية أول خطوة تسابق بها المسلمين في رمضان هذا العام وكل عام. كلما دخل رمضان انطلق سباق عظيم نحو جنة عرضها السماوات والأرض. في كل سنة من رمضان يجتهد المجتهدون ويتسابق الصالحون، لما لا؟ وفي النهار بالصيام تفتح أبواب المغفرة، وفي الليل بالقيام تفتح أبواب المغفرة. وفي الصحيحين قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. صم إيماناً واحتساباً ولك المغفرة. وفي الصحيحين أيضاً: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أيضاً باب من المغفرة مفتوح، قم إيماناً واحتساباً. وإذا أدركنا العشر الأواخر بالاعتكاف والاجتهاد والطاعة والدعاء والقرآن وندرك ليلة القدر، تلك أيضاً باب عظيم من بوابات المغفرة. من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. تريد أن تكون في رمضان من السابقين عبد الله، ولا شك، تريد أن تفوز مع الفائزين وسباقهم المبارك ينتهي إلى جنة، إلى عفو وعافية، إلى مغفرة، إلى عتق من النار. فوز كبير والله أن تعتق رقبتك عبد الله هذه الليالي المباركة، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة في رمضان. كل ليلة نجد هذا العتق الإلهي، فكن واحداً من هؤلاء وامدد عنقك
ليمن عليك رب العباد سبحانه وتعالى بالعتق وهو أكرم الأكرمين. في هذا السباق أعدوا العدة عباد الله وجهزوا، فما كل من جرى في السباق فاز، ولا كل من دخل المضمار أدرك النهاية ونال المراد، لكنه من اجتهد وبذل الأسباب حري به أن يفوز بالجوائز وأن ينال المكارم. ألا فإن من أعظم العدة التي يتجهز لها المتسابقون في رمضان نيات القلوب، وما أعظمها عند الله وما أيسرها تكلفة على العباد، ما أيسرها، لكنها أعظم ما تكون. النية نيتان، واجبة ومستحبة. أما الواجبة فهو أن تصوم رمضان بنية أداء الفرض وإبراء الذمة وأداء ما كتب الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. تصوم إيمانا بأن الله أوجب الصيام، واحتسابا بابتغاء الأجر من أكرم الأكرمين. تصوم رمضان وأنت تنوي أداء ما افترض الله عليك، هذه نية واجبة. وفي الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت الحرام. فنصوم رمضان بهذه النية الواجبة. ولهذا فمن الفقهاء من قال: نية من أول الشهر تجزيه عن آخره، ومنهم من قال: يجدد نية كل ليلة، إذا تسحر أو شرب ماء أو أكل تمرة ينوي صيام اليوم التالي لتكون محققة لأداء الفرض بصوم كل يوم من رمضان. هذه النية الأولى وهي الواجبة. أما الأخرى فالنية المستحبة: نويت أن أصوم رمضان والحمد لله، سأؤدي الواجب بنية تبرأ بها الذمة، لكن تحت ذلك من المراتب درجات من النيات يفوز بها من أخذ بها، وينالها من قصدها، ويفوز بأجرها من اتجه إليها. والحديث يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وليس لك عبد الله إلا ما نويت. إن نويت أن تصوم فقط لتؤدي الواجب وتبرئ الذمة فلك ما نويت، وآخر نوى ذلك ونوى الكمالات من الأجر والفضائل التي أعد الله في الصيام. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. إنوي عبد الله بكل يوم أن يباعدك الله عن النار 70 سنة. إنوي عبد الله أنك تكون محبوبا عند الله. قال: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله، ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. فكلما صمت يوما ونويت الفضائل والدرجات العلى والمكارم التي كتبها الله للصائمين وأهل هذه العبادة نالها من قصدها. وقل مثل ذلك في سائر أعمالك في هذا الشهر يا عبد الله: تقوم رمضان مع القائمين، صليت خلف إمامك في المسجد الحرام أو غيره من المساجد، إنوي قيام ليل تفوز به بأجر وعد به النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يقول عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا نويت ذلك نلت ما عند الله، ومن قام إيمانا واحتسابا نال مغفرة ما تقدم من ذنوبه. تقرأ القرآن، إنوي عبد الله بما كتب الله لك من فضائل قراءة القرآن، وليس مجرد المرور على الآيات والسور، إنوي أن تحرك به قلبك، أن تتدبر معناه، إنوي أن يلين به فؤادك وأن تدر به دمعتك، إنوي بالقرآن أن يشرح الله صدرك وأن يرفع قدرك، إنوي بالقرآن أن تنزل منازل الأبرار وأن تتبوأ المرتبة الكريمة. إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. إنوي بالصيام وبالقرآن أن تحوز شفاعة تحتاجها غدا يوم الزحام. الصيام والقرآن يشفعان للعبد كما قال عليه الصلاة والسلام. استجمع من الشفاعات ما ستحتاجه غدا بين يدي الله عز وجل. إنوي
في صيامك وقيامك وقراءتك للقرآن، إنوي في ريال تصدقت به، في تمرة ناولتها صائما تفطره، إنوي بكل حسنة، بكل خطوة تمشيها إلى المسجد، بكل دقيقة تمكثها منتظرا بين الصلاة إلى الصلاة، إنوي، إنوي الأجور والحسنات والخيرات ليعظم أجرك عند من لا يخيب ولا يحرم ولا يرد عبدا مقبلا على طاعته. إي والله، وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. أخيرا يا كرام، حصول النية بصدق في قلب صاحبها تحقق له ما لا ينال بيديه ولا بكسب عمله أو بدنه. قال الله عز وجل: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. بنيتك تبلغ عبد الله ما لا يبلغه عمله. من نوى بصدق أن يصوم رمضان هذا العام كاملا كتب الله له أجره وإن مات قبل تمام الشهر. من نوى هذا الشهر أن يقوم كل لياليه فجاءت بعض الليالي تعب فيها ومرض وارتفعت حمته ومنعه المرض من القيام كتب الله أجره وإن لم يقم بعذره الذي منعه. إنوي عبد الله أن تختم القرآن واجتهد في طريقك يكتب الله لك أجره وإن لم يتم لك ذلك إن حيل بينك وبينه أعذار منعتك من إتمام المراد وحصول المقصود. حصول النيات يا كرام ليست ينال بها الأجر والثواب فقط، بل يحصل بها العزم. أنت إذا نويت الشيء عزمت عليه، وإذا عزمت يسر الله لك تحقيق القصد. تمام الأجر وهو مرتبة فوق حصول أصل الأجر وثوابه الذي أعد الله عز وجل لتلك الأعمال. هذه يا كرام وقفات ثلاث بين يدي حديثنا في مجلسنا الأسبوع المقبل إن شاء الله تعالى عن معاني الصيام التي يحسن الوقوف عليها وعيشها والتقلب في أكنافها، فإن الله ما أوجب علينا عبادة إلا وفي طياتها من الحكم والمعاني والأسرار، بل في ثناياها من المعاني العظام والهبات والكرامات ما لا ينبغي أن يغفل عنه أهل الإسلام، فإنها والله غبن عظيم. وفي المقابل هي من توفيق الله عز وجل أن يتنبه لها العباد وأن يفطنوا لها وأن يقصدوا نحوها لينعموا بما أكرمهم الله تعالى به من عبادة في ثنايا هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله تعالى به. يا أهل المسجد الحرام، يا كل قاصد لهذه البقعة العظيمة المباركة، معشر العمار والزوار والقاصدين لبيت أكرم الأكرمين، لهذا البيت العتيق، شرفكم الله تعالى بشرف الزمان مع شرف المكان. أمة الإسلام في كل الدنيا تصوم رمضان معنا وتقومه، لكنكم مخصوصون بشرف ليس لأحد سواكم على وجه الأرض. هذه البقعة الطاهرة، هذا الجوار المبارك، هذه البلدة الحرام والمسجد الحرام الذي جعل الله لأهله والقاصدين فيه ما ليس لغيرهم كرامة من الله من وفد على بيته الحرام. فتنعموا يا كرام واستمتعوا واغتنموا، فإنها أيام معدودات، سواء كان رمضان فإنه أيام معدودات، أو مقامكم بجوار البيت الحرام في رحلة عمرتكم فإنها أيضا أيام معدودات. فطوبى لعبد فطن وتنبه فحرص في الأيام المعدودات في رمضان والأيام المعدودات في جواره للبيت العتيق أن يكون من السباقين، أن لا يراه الله إلا حيث أحب، وأن لا يوصل الله منه إلا حرصاً وخيراً وإقبالاً وطاعة. فتلكم والله من أمارات التوفيق ودلائل الهداية. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتبنا وإياكم في من عفى عنه وأكرمه ووفقه لكل خير وهدى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا حي يا قيوم، لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا أن بلغتنا هذا الشهر المبارك بفضلك ونعمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله يا حي يا قيوم، لك الحمد أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والإكرام.
يا رب نسألك بفضلك وجودك كما وفقتنا وبلغتنا هذا الشهر الكريم أن تعيننا فيه على ما يرضيك عنا يا حي يا قيوم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. ربنا تقبل صيامنا وقيامنا، وأجب دعاءنا، وأعتق من النار رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين جميعا. يا حي يا قيوم، يا أكرم الأكرمين، اللهم أنت الوهاب، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اجعل لنا من بركات هذا البيت الحرام وهذا الشهر المبارك ما أنت أهل له. يا رب وفقنا لمهداك، واجعل عملنا في رضاك يا حي يا قيوم، واجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، يا إله الحق يا سميع الدعاء. احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم وفق وأيد ولي أمرنا خادم الحرمين وولي عهده لكل خير وهدى وسداد ورشاد، واجزهما يا رب عن خدمة الحرمين وقاصديهما خير الجزاء، وأوفاه يا حي يا قيوم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.